إيزي بوكينج معتمرين أمانة في دينا. مرحبا من جديد، أهلا وسهلا. جمعة ما زالت تفصلنا طبعا عن عملية القرعة لتحديد واختيار الفائز ب 10,000 دينار كاش. أكيد بسرعة سي على 85 840، اس ام اس أكيد سي 85 840، جاوب على الأسئلة باش تقوي حظوظك في الربح، والربح كالعادة 10,000 دينار. يلا قيس، أخذت من عندك الكلمة، نرجع حالك في إطار التفاعل مع مباراة السعودية والمكسيك. باهي نرجع لك قيس حتى أي حتى يقع إصلاح الخلل الخارج على نطاقي. طيب نرجع لحمادي دو، حمادي دو تقريب مداوي إن صح التعبير، قياسا بالمردود، قياسا بالمستوى، وقياسا بالانتظارات العربية للمملكة العربية السعودية في هذه المقابلة. أكيد ما نقولوش مفاجأة، في الأخر المملكة العربية السعودية تلعب ضد جرون ناسيون دو فوتبول، المكسيك ماهيش فريق الهين، فريق كبير، لعب ضد المنتخب البولوني، منتخب بولوني عنده الثقل بتاعه على مستوى الأوروبي. دونك بالنسبة لي منتخب السعودي صحيح نتائج هذوما زوز هزايم بعد مقابلة الأرجنتين، أكيد نتائج مش تكون مخيبة للأمال، مش توجع المنتخب شوف شوف السعودي. شوف أنا كيفاش خسرت الكرة، إن شاء الله ما يسجلوش الثالث. شوف كيفاش خسرت الكرة يعني بطريقة بدائية، ظاهر أنه فما أعياء، فما أعياء وثم انهيار بدني مذهل وغير مسبوق صراحة. صحيح صحيح، وحتى من ناحية نفس الكلام اللي قلناه، ثم مشاكل بدنيه في المنتخب السعودي ومشاكل حتى ذهنيه. حكاو لخيين على هو كيبدا البدني مجهز، اكيد ياثر على الذهن، ياثر على كل شيء، ياثر على كل شيء، هو كله يتبع بعضه قيس، نورو مسكولير، هو كله يتبع بعضه. فوالا المنتخب السعودي تو تشوفوا في ضغط كامل، المنتخب المكسيكي يعني المفروض المنتخب السعودي على تويتر وعلى فيسبوك ان العواسم نجم المباراه من كم التصديات الفرص للمنتخب المكسيكي، الحارس السعودي يعني نجم المباراه، لا لا السيطره واضحه للمنتخب المكسيكي. المكسيك يعني المباراه الثالثه خايبه بزاف، دايرينها مثقلين، نشوفوا فيهم يعني مش قادرين يلعبوا، مش قادرين يجروا، انهيار كبير انهيار تام، خساره خساره وخساره. زي ما قلنا على المنتخب التونسي اضاع فرصه التاهل بالخساره امام استراليا، المنتخب السعودي أدى أداء جيد أمام بولندا، نعم، ولكنه أضاع فرصة التأهل من هذه المباراة، كان المفروض يروح الجولة الثالثة بأريحية بفوز، ولكن ركلة الجزاء اللي أضاعها الدوسري في الشوط الأول منحت الأفضلية في الشوط الثاني للمنتخب البولندي اللي اعتمد على الهجمات المرتدة طوال المباراة في مواجهة الضغط الكبير، وده الضغط الكبير اللي عمله المنتخب السعودي في مباراة بولندا أثر عليهم بدنيا. زي ما قلت لك في البداية، لا واضح إن في انهيار بدني وسيطرة شبه كاملة للمنتخب المكسيكي على المباراة، وكم فرص ضيعه نجم المباراة العويس. نعم، طيب عبد الحق بن شيخة، لسال أن يسأل، شكون المسؤول عن هذا الانهيار البدني؟ أنت يعني عندك كأس عالم وتعرف فما نسق كبير نتاع مباريات، وتعرف ظروف المباريات نتاع كأس العالم والمنتخبات اللي باش تقابلها، فهل انه المدرب قصر في اعداد لاعبيه بدنيا لهذه المواجهه؟ يعني ما نظنش ذلك كابتن، ما نظنش ذلك، لان عنده ستاف نعرفهم انايا، عنده ستاف يعني قوي، كونفيرمي قوي، عندهم اللي خدموا في داروا لو نيفو. شوف المباراه الاخيره، المباراه الاولى ما نحكوش عليها، المباراه الثانيه داروا مباراه كبيره لكن انهزموا. في المباراه هذه كانت كاينه امكانيه باش يفوتوا، راه كون جو كون يربحوا اليوم ماشي هكا باش يفوتوا. الان الهدفين اللي خذوهم يعني من المكسيك ما خلاوهمش يرجعوا في المباراه، وهذا يعني ماهوش ما يرجعش بدني يعني ذهني، تقول خلاص 2-0 خلاص ولا استسلم المنتخب السعودي، اي يستناو وقت على حسب شوف هذا بدني ولا ذهني؟ هذا راس الحربه،
وبين المدافعين كاين قريب 70 متر كبير قريب 70 متر كاين لما الخطوط تبدا مفتوحه بدني البدني الجانب البدني البدني نقولوا احنا دائما مسؤول عليه شكون بطبيعه المدرب الاول بطبيعه الحال وعنده ستاف يشتغل معاه صحيح. معد بدني ولا اثنين ولا ثلاثه معدين بدنيين اوكي الستاف يعمل العمل نتاعو على الملعب لكن فما احنا فاش المدرب وما شوفاش الستاف هذه موكوله الى اللاعب موكوله في الليجيان دو في نتاعو كيفاش يعيش برا الملعب ثم ثقافة البلد لكن سمحني يا قيس في نهارين باش تبدل الليجيان دو في نتاعو لا لا مش نهارين انا جايك جايك تو نحكي على دوره كيما هكا شنو تفسيركم انتم كفنيين ومدربين لهذا الانهيار المذهل للمنتخب السعودي اللي لعب في السعوديه ودرب في السعوديه او تبارك الله سي حمادي معناها سنوات تقريبا اكثر من 5 سنين في السعوديه ثقافه البلاد غادي الناس تعيش بالليل وترقد بالنهار او يقول لك ونوعيه الاكل شوف معناها فما احنا نسميه لورلوج بيولوجيك هلا الساعه البيولوجيه الموجوده يقلبوها اللي خلقها ربي فينا يعيش بالليل دونك حاجه مضره جدا لصحه اللاعب نوعيه الاكل اللي ياكل فيها بطبيعه الحال وهذا من اللي هو صغير دونك هذه راهو كانك بتحكي عن مصر شوف لاعبين في مصر هقدر اعطيك انا مثال النقله النوعيه اللي صارت الكريم بنزيما في الثلاث سنوات الأخيرة الناس كل ربطتها بمغادرة رونالدو فما جانب من الحقيقة أنه رونالدو كان مغطي عليه وهو كان في خدمة رونالدو من يصنع المساحات يحضر له لكن فما زاوية أخرى أكثر أهمية اللي هي نوعية الأكل اللي كان يأكل فيه غير الطباخ متاعه ولا دقيق جدا فيما ما يخص السعرات الحرارية في الشياكل ما يأكلش دونك طبيعي جدا نمشي توا الفاصل الشهري بطلب من عادل يدور هكا في الفاصل الشهري لا انا خليتك تكمل لا انا خليتك تكمل دونك قلت هذه كواليس انا والريجي يعني مش لازم انك تحكي عليها قيس تحب توصفها وصفها ما يسالش دونك عادل باش نقول لك تقول لي نتاع ثلاث ايام لا مش نتاع ثلاث ايام نتاع سنوات وهو يعيش بالطريقه ذيك نتاع سنوات وهو ما يرقدش بالنار ما ياخذش السبع سوايع نتاع النوم نتاعو ما ياكلش الاكل الصحي اللي باش يساعده على انه يعطي في الميدان نعم. طبيعي جدا انه ينهار جزئية مهمة عليها الكابتن قيس بعد إذن الكابتن وهي جزئية السهر ودي لعيبة مصر كلها بتعاني منها خاصة إن أغلب الأندية المران بتاعها الساعة 5 مساء فاللعيب بيروح بعد المران يسهر لغاية الفجر ويصحى الساعة 3 4 يروح على التمرين ويخلص تمرين ساعتين ويروح منقول جزئية وهو بيدرب الأهلي كان مرانه في كل الساعة 9 الصبح 9 الصبح لأنه عارف إن الداء هنا اللعيب ما بينامش اللعيب ما بينامش ما بياخدش راحة نعطيك مثال نتاع المستوى العالي جدا ديشون سالوه قالوا له لو أو نيفو قال لا لو تري أو نيفو احنا تو نحكيو على المستوى العالي لا المستوى الأعلى هذا توني كروس لاعب ريال مدريد الحفلات اللي عملهم ريال مدريد مع الشركاء نتاعو المستشارين ما يحضرهمش على خاطر يبداو 9 ويفاول 11 نتاع الليل وهو انسان يقول 8 ونص 9 نتاع الليل ما يحضرهمش الكل كيفاش تفسر انت السعوديه عام 94 في اول مشاركه نتاعو الملاعبيه هذوما السعوديين اللي عايشوا في السعوديه واللي يسهروا واللي عندهم جين دو في خايب ترشحوا للان ويتام دو فينال والاحنا تونس ما زلنا ما ترشحناش باش تفسر هذا تفسر لان الملاعب جينيراسيون تختلف جينيراسيون نتاع 94 اقوى من جينيراسيون نتاع هذه طبعا نرجعوا نحكيو بعد على المنتخب السعودي ومباراه السعوديه والمكسيك لكن توا نحكيو على ميبر انتيريور اللي بدوره يحيي جمهور المنتخب التونسي على تميزه في كاس العالم قطر 2022 Besoin d'aménager vos espaces de travail Meuble intérieur vous accompagne pour améliorer le bien-être de vos collaborateurs Meuble intérieur les pros du bureau مبلغ انتيريور يدرنا 40 سنة من الخبرة والامتياز في تصميم وتوزع مجموعة كاملة أكيد توزع مجموعة كاملة من أثاث المكاتب عالية الجودة مع احترام المعايير الدولية مبلغ انتيريور تحط على ذمتكم وعلى ذمة حرفائها حلول وخدمات
في التصميم نتاع المكاتب المريحة في قمة التكنولوجيا والحداثة. أكيد نجموا تزوروا أكبر مساحة لبيع أثاث المكاتب في تونس، طريق سكرة سيدي فرج، وفما زادة في صفاقس عديد طبعا النقاط الخاصة بمبنى انتريير في صفاقس سوسة جابس. مزيد المعلومات نجموا تزوروا موقعنا على www.interieur.com.tunis.tn. طبعا www.dimatunis. تحية تونس على كل حال. www.interieur.com.tn. إذن وتحية دائما وأبدا مبنى انتريال لجمهور المنتخب. Besoin d'aménager vos espaces de travail? Meubles Intérieur vous accompagne pour améliorer le bien-être de vos collaborateurs. Meubles Intérieur, les pros du bureau. نذكروا بالمسابقة الخاصة بالاس ام اس، اسبوع واحد يفصلنا على القرعة سي 85840 سي 85840. جاوب الأسئلة باش تقوي حظوظك في الربح، والربح 10000 دينار كاش. يلا نرجع معك عبد المجيد. الأستاذ وقيس اللي قالوه، عام 94 أول مرة مشاركة نتاعها السعودية تمشي للمونديال، علاش؟ بنفس الريتم دو في اللي يعيشوا فيه في السعودية في السهريات وليجان دو في، خاطر جينيراسيون قوية جات. ونتذكروا معناها الهدف اللي سجلوا العويران، معناها شق نص الملعب ومشى سجل هدف، والناس كل انبهرت بالسعودية. هي جينيراسيون، راهي جينيراسيون عندها قيمة. كي تبدا عند جينيراسيون تاع ملاعبية كبار تنجم تمشي بهم أبعد أبعد منهم. الجينيراسيون هذه أقل إمكانيات من الجينيراسيون الأخرى. نعم. دونك وبيصير النيفو تبدل، والنيفو ولا أقوى توا أكثر من قبل. أنا شو نقول بالنسبة للثلاثة مقابلات اللي لعبتهم السعودية، العامل الذهني والبدني لعب دوره برشا. وتوا بالمكشوف مش المباراة الثالثة هي اللي فاصلة، المباراة الثانية هي اللي فاصلة. خرجتنا احنا المباراة الثانية والسعودية خرجت المباراة الثانية مع بولونيا. لو انتصر ولا حتى تعادل كان يجي يمشي معناها النشوة بعد الربح ويجيك المباراة الثانية تصعب على المستوى الذهني، واحنا عندنا المونتاليتي بصفه عامه. عاد هذه جات هزيمه بعد هزيمه يعني. الثانيه أي. اللي هي اللي تجم تمشي بها. انا الثانيه نعتقد صار عدم توفيق يعني المنتخب السعودي، لانه كميه الفرص وعدد الفرص اللي أي. اتيحت في تلك المباراه اعتقد ما عادش تعاود حتى مباراه اخرى يعني صراحه. مع ركله الجزاء مهدوره ما تنجمش انت تمشي تترشح في كاس عالم بمثل هذا الاهدار اللافت للفرص بهذه الطريقة. وينقص السعودية هداف حقيقي. أيوه. هداف اللي يحط كرة في فيليه. آه. ينقص. وهذه معضلة ربما تعاني منها. معضلة نتاع الكرة العربية. نتاع الكرة العربية. حمادي. الانتظام عادل، الانتظام. معناها توا حتى المنتخب التونسي يقدم مقابلة كبيرة ومن بعد مقابلة متوسطة ومن بعد نفس الشيء بالنسبة للمنتخب السعودي. في المستوى هذايا ما نجموش احنا الملاعبي في العمر هذايا في المستوى هذايا نطلبوا منه أنه يكون منتظم. المفروض من اليوم من الصغرى نعاودوا الملاعبية على لي كومبيتيسيون الكبار. على المنافسة الكبيرة. مع شكون يلعبوهم الكومبيتيسيون الكبار؟ يلعبوهم في البطولات الإفريقية. احنا اللي كاتيجوري جون بتاعنا كأس العالم هذوما لو نيفو معناها احنا جونيور بتاعنا ما تعديتش لي جوز أولمبيك، معناها ما تعديتش الكوب دافريك، ما تعديتش لي 23 ما تعداوش. كيفاش الملاعبي باش يوصل يلعب في لو نيفو وهو في السينيور ويلعب كأس عالم؟ زاد حتى من الصغرى يلزمو يرتقي ويلعب بهالمنافسات الكبيرة هذه باش كيف يكبر يلقى روحه في المستوى العالي. تأكيدا لكلامك، كأس العالم يوديسات 2007 يدور ليها انتصرنا على بلجيكا. شكون فيها بلجيكا؟ لا راهو لازم تعرف فيها دي بروين وزار في بيل هما وصلوا. وحنا شكون فيها؟ المساكني وبلال العيفة. شوف هما وين وحنا وين طبيعي جدا. دونك باش تغرس الدلالات هذوما الكبار برشا يلزم الصغرى يلزمك تعلموا. المنتخب الارجنتيني متقدم. احنا علاش الانهيار؟ احنا علاش الانهيار هذا عادل؟ احنا ديما يعلمونا شو يقولوا لنا في الكره، اهم مباراه تناهي هي المباراه القادمه. ما نعرفوش نطويو الصفحه احنا. اون تورن جامي لا باج، كان خسرنا يولي بكاء ونواح جمعتين اسبوعين واحنا بكاء ونواح، وكان ربحنا يلزمنا جمعتين واحنا فرحانين. Il faut savoir tourner la page vite. Le football, ça va très vite. لكن قبل ما تطوي الصفحة لازمك تقيم مردودك، تقيم مستواك، تاخذ نقاط. هذا الكل يصير، هذا لازم يصير بسرعة قياسية. علاش عادل؟
انت في دوره عادل، ماكش في دوري، ماكش في دوري نتاع بلادك، ودوره كل اربع سنين هذه اي، وتلعب الاسبوع هذا لازم تستنى اسبوع، لازم تصلح اخطائك باش تنجم ترجع لدوره اخرى ساعه قبل ما نقول وانا تصلح اخطائك للدوره الجايه، لا مش مضمون انك تمشي في الدوره الجايه، لازم تصلح اخطائك، شو اللي ماشي شو اللي ما مشاش، لازم برشا اشياء لازم تتحل، تكمل تخدم لكن مع الاصلاح مش تكمل تخدم تقول اي وفاء كل شيء. اما نحكي لك انا غلق الملف نتاع المباراة، نتاع مباراة مش نتاع دورة، لازم بسرعة، بالعكس الدورات عمرك ما تغلق الملف، لازم الملف دائما مفتوح والبحث عن الحلول للمشاكل اللي القاها، وخاصة التقارير الفنية. أنا إن شاء الله نتمنى أنه بعد كل دورة يكون هناك تقرير فني، وبعد أهل الذكر يقيموا، هما اللي يقيموا. واضح، ننتظر التقييم الموضوعي والتقييم اللي باش يحط النقاط على الحروف ويجيب على كل التساؤلات اللي قبل هذا كله. كالعادة تونس بات، المسابقات والجوائز والمفاجآت. موقع الرهانات الحقيقي. كيف العادة المفاجآت متواصلة مع تونس بات، الموقع اللي فيه 13,000 لعبة والراعي الرسمي لبرنامج التاسعة سبور الموسم الثاني على التوالي، واللي عودنا كل حلقة في برنامج اللي عودنا كل حلقة بربح جديد ومسابقات جديدة. أما قبل ما نبدأ الكويز متاع العادة، توا الفقرة متاع البرونوستيك، وين تونس بات تعطي الفرصة للكونسيتون اللي حاضرين معنا في البلاتو وتربحهم 1,000 دينار عن طريق التكاهن بنتيجة مباراة غدوة. مرحبا يا ريهام. دونك فقرة الكويز كالعادة. اي، لكن قبل ما نبداو فقرة الكويز باش نعلن على الفائز اللي كان معنا البارح، تكهن بنتيجة صحيحة لنتيجة تونس وفرنسا. في الصحة. ومبروك عليه 1,000 دينار اللي هو سي سفيان الحيدوسي. سفيان الحيدوسي. تحية سي الحيدوسي. كلمني بعد الماتش قال لي راني ربحت. أنا على كل حال حديث مين بواحد. خلني أنا ربحت. أنت كتبت إن تونس هتكسب 5-3. حط تونس 5-3 مش تكسب، معنى تصور بالفرص. بالفرص لو كانت جت كانت 5-3. يعطيك الصحة كابتن. طيب، إذا سفيان الحدوسي تمكن من التكهن بنتيجة مباراة تونس فرنسا، هدف لصفر للمنتخب الوطني التونسي. يلا شعلنا اليوم ريهام باش نشوفوا. واليوم زاد باش نتكهنوا بنتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا. وباش يكون كالعاده معنا فائز باش يربح جائزه قيمتها 1,000 دينار، دونك حظ موفق للجميع. حظ موفق للجميع. توا نجيو لفقره الكويز على خاطركم عزاز عليهم. تونس بات الداله الحرفاء وضعف الربح بمناسبه المونديال، وكيف ما سبق وشفنا في الحلقات السابقه طريقه اللعب تبدلت. ريهام كيف العاده باش تلعب وتحاول تجيب مبلغ اقوى، وان شاء الله الحظ مع الجميع. المبلغ اللي باش يطلع الليله هو قيمه المبلغ اللي باش تلعب عليه الكويز نتاع العاده. يلا ريهام تفضل. لكن قبل ما نبدا الكويز نحب نقول اللي تونس بات تحتفل بالفوز التاريخي للمنتخب الوطني، وتضاعف قيمه ربح كويز الليله. أيه. مبروك مبروك، هذا حلو برك. يلا تونس بات تتفاعل مع انتصار المنتخب التونسي وضعف قيمة الربح، يعني المبلغ اللي باش يطلع اليوم، اي المبلغ اللي باش يطلع معنا باش نضاعفه ان شاء الله يتضاعف. خلينا نطيحوا على الاسماس، خاطر اذا فما 5,000 دينار باش تطلع باش تولي 10,000 دينار، دونك الاسماس وتونس بات. يلا ريهام تفضل. نذكر في الاثناء مرة أخرى بالاسماس المسابقة الخاصة طبعا بالموزع الصوتي، تبع الساعة على 85-840 باش تربح 10,000 دينار، وأكيد تقوي حظوظك في الربح، والربح دائما وأبدا مع تونس بات. وريهام في محاولة أخرى، إن شاء الله المبلغ يكون في مستوى انتظارات طبعا المشاهدين والمتفرجين والمتراهنين. 250 دينار. يلا 250 دينار. 500 دينار مش تولي طبعا. 500 دينار
خاسم 100 دينار باهي قصه عليها انا وقتاش باش تهبطي لك الكوره في 5 ملايين هكا ان شاء الله بكشي غدوه يدفع معنا 5 ملايين حط لي روحك 5000 دينار لانه عندنا احسن جمهور يسحقوا يلعبوا على 5000 دينار دونك باش تشاركوا معليش كيف تجاوبوا على السؤال المطروح على الشاشه تدخل الصفحه الخاصه نتاع فيسبوك تونس بات وتكتب كومنتير في الاجابه الصحيحه واليوزر اي دي نتاعكم والفائز اللي باش يتم اختياره بعد عمليه قرعه يربح الجائزه قيمتها كما شفتوا 500 دينار طبعا بالتوفيق للجميع وما تنساوش اللي تونس بات .com هو موقع الرهانات الحقيقي حظ سعيد للجميع موقع الرهانات الحقيقي. يقولوا لي انتهت مباراة السعودية تقريبا قريبا 2-1 اذا الدوسري سجل للمنتخب السعودي نكمل مع بعض ما تبقى من الوقت بدل الضايع من المباراة. ممكن تخش كده فرق الاهداف متساوي مع بولندا المكسيك وبولندا. الهدف بتاع السعوديه ده رجع بولندا في الصوره لان بولندا مغلوبه 2-0 من الارجنتين بالطريقه هذه ما عادش المكسيك الثاني بولندا مر بولندا الثاني نعم طبعا ولا نص ما نربحوش الارجنتين ربحناه في الالعاب الاولمبيه في التقريب في الكوب دافريك في الكوب دي كونفدراسيون 2005 في المانيا محمد المكشر هدف بالراس وقتها مش ضد يظل يجوز اولمبي يلا نهايه المباراه اذا على نتيجه 2-1 للمنتخب المكسيكي للاسف الشديد للاسف الشديد اذا المنتخب السعودي يغادر الدوره رغم المردود الكبير والغزير في مباراه الارجنتين وانتصاره الباهر والثمين وحتى المكسيك تخرج سامحني كابتن خروج المكسيك حتى المكسيك ارجنتين بولونيا ارجنتين بولونيا باش يحفظوا الفرق عادل انه صحيح المقابله الاولى عندها اهميتها لكن المقابله الاولى ماهيش هي المفتاح هي المفتاح صحيح لكن ثم مقابلات اخرى لازمك تحضرها واضح اذا نمشيو لمباراه المنتخب الوطني التونسي ونظيره الفرنسي هدف لصفر هدف الخزري انتصار هام انتصار ثمين وانتصار كبير للكرة التونسية رغم الانسحاب وسنعود لأسباب الانسحاب أو عدم التأهل للدور القادم نعود للمباراة يلا طبعا البيانا المساند الرسمي للمنتخب الوطني التونسي يهني المنتخب على فوزه الكبير على بطل العالم اليوم وأيضا الأجواء الجماهيرية المتميزة للجماهير التونسية وذكركم بالباكي بارن متاعه أكيد أكسس دي لا بيانا بانك هذه حاجة امتياز كبير عملته للحرفاء متاعها اللي يخليك تخبي فلوسك مع الأكسي ليهم في كل وقت وبكل سهولة ويوفر لك وقت ما تحب أكيد الأكسي للكونت متاعك أديستانس شفت الأكسي أديستانس للكونت متاعك في من أي بلاصة ومن أي مكان برشا دونك امتيازات عملتها البيانا بانك لحرفاء الابليكاسيون بيانا ام بانكينغ والا السيرفيس اكيد ولا بالسيرفيس بيانا اي بانكينغ ومعاهم كارت باني اكسس او اليوم معناها اليوم جمعت بيانا دونك كارت باني اكسس خليك تجبد فلوسك وقت ما تحب ومن اي ديستريبيتور خاص بالبيانا وزيد على كل عمليه تقوم بها في الكونت يجيك اس ام اس بالوقت ويخبرك بكل التفاصيل الخاصه بالموفمون تاع الكونت بونكير نتاعك فتحيه للبيانا على مساندتها الدائمه والمتواصله للمنتخب الوطني التونسي
تحب تخبي فلوس ويبدا عندك اكسي ليهم في كل وقت؟ بينات قدم لك لو باك اكسس ايبارني افيك دي سيرفيس غراتوي، ان اكسي ا ديستانس للكونت نتاعك وقت ما تحب وين ما تحب بسيرفيس بينا اي بانكينغ ولا بالابليكاسيون موبيل بينا ام بانكينغ. اون كارت اكسس ايبارني تخليك تجبد دو فلوس من الكونت ايبارني نتاعك من اي داب بينا، وعلى كل عمليه تصير في الكونت اكسس ايبارني يجيك اس ام اس يقول لك عليها. بينا بانك، يور ديجيتال بانك. نذكروا مرة أخرى بالمسابقة الخاصة بالموزع أو بالاسماس، طبعاً سي على 85-840 تقوي حظوظك في الربح، لازم تجاوب على الأسئلة، وأكيد المسابقة نرصدوا لها 10,000 دينار كاش. فحظ سعيد للجميع. نرجعوا للمقابلة ونرجعوا للانتصار ونرجعوا للأجواء المتميزة. عشنا لحظات صعبة، لحظات فرحة، لحظات خوف، وشفنا كل شيء في المقابلة هذه. عبد الحق بن شيخ، أكيد احنا فرحانين يعني على الماتش. كانت لونطام قوية بزاف، لونطام دي ماتش، بداية المباراة كانت كالفريق يعني تحسوا باللي معول يدير ردة فعل على حساب المباراة اللي فاتت، ومعولين باش يفرحوا الشعب التونسي. سو لو بلون تكتيك كانت يعني كان انضباط. لا ريبارتيسيون دي طاش كانت مهمة جدا، كل واحد كان يعرف ما ليه وما عليه. اوبسيون كبيرة الكشريدة، ياك كشريدة ومعلول، اوبسيون كبيرة العيدوني، ان تري تري غران ماتش دارو. البي تاع الخضري اوسي ولو كان شويه اتونتيست بريمير ميتا، لكن من بعد بون الى ماركي ان بي دو توت لي فاسون، كان الفريق يستاهل على الاقل هذا الفوز باش يبعد هذيك يعني النحس اللي كان في المباراه اللي خسرناها، وباش يتصالح مع الجمهور ديالو. الوسيله الوحيده، شكون اللي كان يقول تونس تربح فرنسا؟ ما كانش 10% في الشعب التونسي والمحبين تاع، لكن كانت الناس مامنه. انا كنت شفت يعني قبل المباراه الناس اللي ماشي للستاد مامنين، احنا ماشيين وحنا رايحين نديروا، ونحنا هذا يعني ردة فعل. مشيت شفت مباراة مع أصحابي، الناس كل تبكي راهو كلي فريمون يعني سيتي بيان سور راهي بلادو بيان سور، كل شيء كاين إلا كرة القدم اللي تجيب هاد لي ليموسيون هادي وهادو لي سونساسيون تاع الفرح تاع هي اللي مرضتنا كرة القدم، مرضتنا كما مثلا احنا مدربين عندنا لوفوري لا ديبريم. لوفوري راك فرحان ماركيت بيت، هوب عدلوا لك هاك ديبريمي، هاك ماركيت فرحان، هاك المخ ما يبقاش يفكر، المخ ديالك ما يبقاش يفكر، يعني راه شي صعيب راه الحق. لكن شابو لولادنا، شابو للمدرب ريالمون، ستاف تكنيك ديالو كانت جيستيون، ماشي باسكو ربحنا الماتش، لا كانت جيستيون كوريكت تاع المباراة. شابو للمدرب اونكور اون فوا، و هارد لك ان شاء الله لا بروشين تكون لا ميور ان شاء الله بالنسبة للفريق. ان شاء الله. كابتن شريف، تابعت المباراة، مباراة كانت صعبة صحيح، احنا في داخلنا نحب نربح، ولكن كنا نعرف أن المنتخب الفرنسي منتخب عملاق. قلنا معجزة إذا ترشح المنتخب التونسي، فكرنا في منتخب الدنمارك وقلنا لازم نسجلوا هدف أو اثنين باش نجموا نضمنوا الترشح، ومنتخب الدنمارك يعمل مقابلة فيها تعادل مع أستراليا، لكن طلعت أستراليا اللي حتى حد مفيق بها دونك، واللي ما خلالهاش حساب وما اعطيناهاش اهميه، لان ما كناهاش او اعتبرناها الحلقه الاضعف في هذه المجموعه، وكنا نتحسر على مباراه استراليا. اليوم استراليا تحقق فوز ثاني في الدوره،
والمفاجأة دي كما نقوله ما تجيك المرة واحدة، يعني أنك تصنع مفاجأة في دورة كما هكا مرة واحدة. قراءتك المقابلة وللمردود اللي قدم منتخب تونسي ضد فرنسا الساعة. المؤكد طبعا أن كل سلبيات المباراة بتاعت استراليا تلافاها المنتخب التونسي أمام فرنسا. المنتخب التونسي هو من فرض أسلوب لعبه على المنتخب الفرنسي منذ بداية المباراة، بالضغط العالي، بتنوع الهجمات من العمق ومن الأجناب، تألق عدد كبير جدا من اللاعبين، في مقدمتهم طبعا الياس خيري، وجدي كشريدة، علي معلول، أكتر من عنصر، بن سلمان، دخول بن رمضان، منح أفضلية كبيرة جدا من بداية المباراة خاصة في الشق الهجومي للمنتخب التونسي. كان في حضور لأكثر من لاعب، خاصة دفاع اللي حرم المنتخب الفرنسي من الوصول لمرمى دحمان في الشوط الأول وجزء كبير من الشوط الثاني. كان طبيعي أن المنتخب الفرنسي بعد قبول هدف أنه هو هيهاجم، وأن ديشامب هتدخل بالتغييرات بأنه يدفع بالمجموعة الأساسية جريزمان ومبابي وعثمان ديمبلي ورابيو، كل دي عناصر كانت مش موجودة في الشوط الأول، دفع بيها على أمل التعويض، لكن دفاع المنتخب التونسي كان ند بالند، سمح لهم فرصة أو فرصتين ولكن كان في تألق كبير جدا من الدفاع. المنتخب التونسي كان متألق جدا طوال زمن الشوط الأول، وكان مفروض يبقى فيه هدف على الأقل في الشوط الأول. الهدف تأخر للشوط الثاني وجي من مجهود كبير وفردي لواب الخزري يحمد عليه ويشكر عليه، رغم أنه هو برضو كان بدنيا يعني في الوقت ده كنا احنا حتى بنقول لابد من الدفع بعصام الجبالي في الوقت ده عشان يعوض فرق البدني اللي كان فيه تراجع، ولكن خبرات وهب الخزري منحته أفضلية كبيرة في أنه هو يخترق الدفاع الفرنسي ويحرز هدف. بالتأكيد التحضير الذهني من جانب الجهاز الفني وكابتن جلال القدري كان جيد جدا، الدفع بالعناصر اللي ادته أفضلية، الهجوم من كل أجناب الملعب ومن العمق، ده منحه أفضلية كبيرة. يعطيك الصحة كابتن. نذهب مباشرة الآن إلى مبعوثنا إلى العاصمة القطرية الدوحة فؤاد بوفتح طبعا، والأجواء هناك بعد انتصار تونس على المنتخب الفرنسي. فؤاد أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا عادل، مرحبا بالسادة الضيوف والكرام والجماهير التونسية في كل مكان. حقيقة انتصار تاريخي اليوم ضد المنتخب الفرنسي، خلينا نعيش زوز مشاعر، الفرحة الكبيرة والحسرة يا عادل، وكتشوف حتى التوانسة هنا موجودين، التوانسة اللي غابوا نهارين التالي رجعوا اليوم، رجعوا ورفعوا ريوسهم خاطر انتصار كما قلت لك تاريخي، وتشوفوا ورايا التوانسة فرحانين اليوم. وخنقولوا حتى بصراحة مازال عندهم أمل، صحيح فما برشا عباد تحكي في الفيسبوك وربي يهديهم على تحاليل المنشطات وكذا، قبيله شويه عيطوا احدهم يا ولادي شوما رانا ترشحنا، هذا الحلم اللي قعد مساكن برشا لهنا قاعدين يصدقوا في الكلام هذا. لكن المنتخب التونسي اليوم قدم اداء كبير وقدم لقاء من اللقاءات التاريخيه بعد 44 سنه يا عادل. المنتخب التونسي حقق 4 نقاط كامله في كاس العالم، لاول مره المنتخب التونسي يقبل هدف فقط. المنتخب التونسي صحيح سجل هدف، لكن المنتخب التونسي ورى صلابه دفاعيه، ونقولوا كلمه برافو للمدافعين بتاع المنتخب التونسي بقياده دحمان في حراس المرمى. الملاعبيه الكل قدموا اللي عليهم اليوم، برشا حكاوا على انه فرنسا مسيبه اللعبه، يظهر لك كان ريتو كيف فرنسا كي سجلت الهدف نتاع التعادل، الفرحه الكبيره اللي صارت، دخول مبابي، دخول غريزمان، دخول الملاعبيه الكل. ديشو اليوم ماهوش باش يلعب تاريخه، معناها هبط الملاعبيه الكل، برشا 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 يقولوا معناها بالتوانسه خليونا نفرحوا، لانه المنتخب التونسي اليوم رجع لدخل التاريخ، لانه انتصار اليوم هو اول انتصار
على منتخب أوروبي في كأس العالم، هو أول انتصار على فرنسا، وهو في برشا أرقام كبيرة. وهبي الخزري هدف معناه للمونديال الثاني على التوالي، مارك اليوم هدف ممتاز وممتاز جدا، برشا صور جميلة اليوم في الملعب. الجماهير التونسية كالعادة كانت حاضرة أكثر من 40,000. الفرنسيين ما كانوش برشا اليوم عادل، ومن أهم الصور عادل التونسي اللي نزل الميدان وبعلم فلسطين وصفقوا له الجماهير التونسية والعربية الكل حاضرة. تونس ورات في المونديال هذا، صحيح خرجنا بحسرة كبيرة من الطور الأول، لكن المونديال مش يفقد المنتخب التونسي، ومش يفقد خاصة الجماهير هذية. الجماهير في كل شبر من أراضي الدوحة، ما نحكي لكش يا عادل اليوم قديش الرجال بكيت، قديش كانوا ينتظروا في الوجه الكبير متاع المنتخب الوطني التونسي. على غالب ضيعنا منتخب أستراليا، صحيح فرحانين لكن ما نساوش معناه المقابلة ضد المنتخب الأسترالي. لعب رجال تبكي عادل قدامي اليوم بالحق. اليوم أنا واحد من الناس كي سمعت النشيد الوطني وريت التوانسة يدزوا لتسعين دقيقة. اليوم العباد البدونات الكل كانت في ملعب المدينة التعليمية، لكن المخاخ الكل بعد كملت الماتش يشجعوا في الدنمارك. كل حلم كان قريب يا عادل، معناه التوانسة عاشوا مشاعر كبيرة. هلا غالب ما جاش الترشح، لكن في على الأقل المقابلة الدنمارك ومقابلة فرنسا ورينا اللي نحن عنا منتخب كبير، ورينا اللي نحن ريوسنا مرفوعة مع العرب الكل. هلا غالب اليوم منتخب التونسي ما ترشحش، المنتخب السعودي كذلك اليوم هلا غالب ما ترشحش، لكن الأمل مثالش. نحن ما حبوش نكذبوا على العباد، ما زال أمل، ما زال هما يحكيوا على أمل متاع التحاليل، ما نعرفش منين جابوا المعلومة يا عادل، لكن إن شاء الله المنتخب المغربي يبقى فيه الأمل. أكيد المنتخب المغربي ما زال الممثل الوحيد للكرة العربية، أكيد مونديال قطر مش يخسر المنتخب التونسي وجماهير المنتخب التونسي اللي عاملة أجواء كبيرة لنا في الدوحة. يعطيك الصحة أكيد، ربي يخلي التونس الكل يا عادل. يعطيك صحة طبعا، حتى علمت تأثر بادي عليك انت زاد فؤاد، حسرة كبيرة من التوانسة الكل، لأنه يعني حققنا صعيد حقق ولا عادل. والله اليوم كيريت الرجال تبكي بكيت، والله لحمي قشعر يا عادل، خاطر محلينا التوانسة يا عادل، محلينا محلينا بالحق يا عادل. راهو النشيد الوطني واحد، يمكن اللي ما عاشهاش اللحظة ذيك وتربح فرنسا وتقعد تستنى للاخر، ما عشنا ايش قبل عادل، يمكن سمعت 78 عاشوها. نحن ما نعرفوش شنو معناه دوزيام تور، ما نعرفوش شنو معناه النجم نقارعوا الكبار، ورينا نحن معناه ترى نسير رجال كبار صغار، العباد الكل وراء تونس. رغم مشاكل فما انتقادات كبيره للمنتخب، انتقادات للجميع، انتقادات حتى خلينا نقولوا للعيشه اللي في تونس، لكن العباد اليوم وراء درابو تونس، العباد الكل وراء المنتخب كانت اليوم، لكن الله غالب. سلام رجاعات. ليه ما فؤادي اثر برشا ونحس بيه لو كي تكلم اللوعه الدخلانيه حسيناها اليوم برشا عادل، الناس كل كانت عندنا الدموع على عينينا، علاش؟ خاطر حسينا المنتخب تاعنا كان يجم يترشح، وشفناه لعب هذيك الاسبري هذاك اللي موجود. بعد ساعات نقول احنا الروح ما تكفيش وحدها، اليوم نعرفوا لعبنا ضد فريق امكانياته الفنيه خير منا، لكن حطينا روحنا، حطينا قلايبنا، حطينا الابليكاسيون بتاعنا التكتيك اللي تكلم عليها عبد الحق، كنا موجودين. انا نحب نلخص اليوم مقابله تونس في الهدف. الهدف اللي وين صارت ريكوبيراسيون بتاع الكوره عالي، والتمريره نتاع العيدوني اللي كسرت في الدين. حبيتك تعلق شويه على فؤاد وبعد نرجع نحكيوا على الهدف، مادام فؤاد مازال معانا نختموا معاه. اكيد فؤاد من خلالك انت نحب نحييو الجمهور التونسي اللي كان حاضر في الدوحه، واللي بالفعل اللي نعتبروه هو اللي ترشح واللي باش يكون موجود حتى للدور النهائي. صحيح تونس انسحبت كمنتخب، لكن ديما تونس تبقى موجوده في العاصمة القطرية في هذا المونديال الكبير، والأجواء التونسية ستبقى ثابتة قائمة ومتميزة كما عهدناها وكما يجب أن تكون. التاريخ سيذكر أن تونس كسبت فرنسا.
فرنسا بطل العالم. نعم. سيظل هذا محفورا في التاريخ. هذا المونديال قطر هذا. بيسير الأولوية الفؤاد. فؤاد تفضل عندك الكلمة يلا. سامحوني الاولاد اكيد كما كنتوا تحكيوا والله احسن سفراء جماهير هذوما يا عاد خاطر الارجنتيني ولا البرازيلي ما يعرفوش برشا تونس اليوم عرفنا شو معناها تونس اليوم التوانسه هذوما صحاح هذوما السفراء صحاح هذوما اللي يخليوا العباد تجي لتونس هذوما اللي يخليوا العباد تتشبث ببلادها هذوما اللي يخموا في كل شبر في البلاد كما قلت انت برافو الف برافو للجمهور وخلنا ناخذوهم الاولاد يظل لي جمهور تونسي اليوم عمل لي عليه لكن انا غالب يا مره جايه ان شاء الله صاحبي ومم ورينا رواحنا وعملنا حاجه كبيره صاحبي ربحنا فرنسا وكاو خي حتى كان روحنا نرمال المره الجايه تونس ديما تونس ديما الفوق سوا خاص سوا رابحه ديما الفوق عاد الحمد لله كملنا المونديال هذا ووسائل الاعلام العالميه الكل تحكي على الاكسبلوا وتحكي على الماتش الكبير خاطر فرنسا راهو منتخب بطل العالم معناه منتخب كبير باسامي كبيره اليوم المنتخب التونسي يكمل المونديال بكات بوا والعالم الكل يحكي عليه يعطيك الصحه فؤاد بفتح تحيه لك انت وايضا لكل البعثه الاعلاميه التابعه لقناه التاسعه الموجوده في الدوحه لتامين هذا البث الحي وايضا في كل ما له علاقه بالمشاركه التونسيه والعربيه في كاس العالم فاصل شهري ثم نعود ونواصل الحديث عن مباراه تونس فرنسا.